أنا لست عسكريا، ولكن من متابعة ساحات الأخرى تعرضت لهذه الضربات، هذه الضربات معروف أنها مزعجة، يعني يقال قضية إزعاج وإشغال تؤدي إلى إنهاك. الإنهاك العسكري عندما يرتبط بأنه يوجه ضد المدنيين تحديدا، هو يشكل عامل أيضا رافع للضغط على متخذ القرار. الصفة الانتقامية الثأرية، وأنا أشكرك على عرض هذا الجزء من الدرون الإيراني الروسي الإيراني، هو واضح أنه إيراني ومكتوب عليها باللغة الروسية أنه ردا على ما جرى في اعتداء على داخل العمق الروسي. الآن لماذا هذا التركيز إعلاميا على هذه المسألة؟ هو له دور في المعنويات، له دور أيضا في الضغط على صناع القرار، ولكن تغييرات على الأرض هي إسناد، هي تمهيد. إذا هذا التمهيد أدى إلى ضعضعة الخدمات في كييف وأدى إلى نزوح، يقال أن عمليا المناخ سيعمل ضد أهالي كييف، بأن الضربات عندما توجه للبنية التحتية مياه وكهرباء وتدفئة لن ينفع إيلون ماسك أن يوفر الإنترنت مجانا للأهالي في أوكرانيا. عندما تأتي الأمور إلى برد الشتاء القارس ويضطر المواطن في كييف إلى الخروج من هذه العاصمة، هنا نتساءل ما هذه الحشودات في شمال كييف في بيلاروسيا؟ هل تمهد لغزو بري من الشمال وبالتالي تطويق كييف؟ هنا المؤشرات خطرة جدا، ونعم ستغير من المشهد إذا استمر هذا الزخم في هذه الكاميكازي. هذه كاميكازي عزيزي، كاميكازي ياباني، كان طيارين يابانيين انتحاريين. الآن الوسائل الإعلام الأمريكية تشبه ما يجري بأنه بيرل هاربر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تنخرط كليا في الحرب العالمية الثانية، لأن هذا الاعتداء أصبح على أراضيها. الآن إلى أي مدى يعتبر الاعتداء على كييف هو اعتداء على أراضي أمريكية أو أراضي الناتو؟ هذه مسألة أعتقد تتضح أكثر بعد 8 نوفمبر.